أكيد يا كابتن طارق، أكيد. هسأل حضرتك سؤال بعيد عن بتروجيت، يعني حضرتك شايف الدوري المصري إزاي؟ وشايف المنافسة هل بتنتهي بسقوط نادي كبير زي نادي الزمالك؟ ولا هي حسمت فعلا النادي الأهلي، ولا لسه فيه يعني شكل يعني تاني؟ لا معلش انا ليا بس حق السقوط ازاي الزمالك سقوط، مسقطش سقوط أحد الأندية الكبيرة، أهلي أو زمالك تحديدا، سقوط يعني سقوط في دوري، مش قصدي طبعا سقوط لا عام. يعني سقوط لا يعني هي هو بعد في الترتيب لا هو طبعا ابتعاد الزمالك عن المنافسه عن المركز الاول ده بيدي الافضليه للنادي الاهلي. الاسماعيلي طبعا بيحاول الحقيقه بيحاول ان هو يلحق بالنادي الاهلي، لكن الاسماعيلي طبعا عنده نواقص في بعض الاماكن، لما بيغيب لاعب او اثنين بتاثر، فعشان كده الاستمراريه بتبقى مش ما بتبقاش يعني جديه يعني. لكن عموما الاسماعيلي تيم كبير جدا، والزمالك تيم كبير، والاهلي طبعا تيم كبير، لكن المنافسه انا قلت قبل كده وقلت في احد التصريحات ان النادي الاهلي لما بيركب الجدول ما بينزلش بسهوله، فعلا. والنادي الاهلي عنده لعيبه بتؤهله ان هو يبقى الاول، لان هو مش بقول الكلام ده عشان بتكلم بقناه لا الاهلي، يا كابتن طارق، ما حضرتك قلت الكلام ده في قنوات تانية، انا سمعته بوداني. في حاجات يعني حاجات احنا بنشوفها لو ما قلناهاش كمدربين يبقى احنا ما بنفهمش حاجه. لا، حضرتك طبعا النادي الاهلي عنده لعيبه من الخبرات اللي تقدر تخليه يشتغل بشكل جيد. اني طبعا الاستقرار الاداري، الاستقرار الفني اللي معمول، اللعيبه الخبرات الكتيره اللي موجوده في النادي الاهلي لو قستها باي نادي اخر هتلاقي النادي الاهلي متفوق في اللعيبه مع طبعا حسام البدري، ما نقدرش نغفل حق الراجل ومجلس الاداره والكلام ده كله سواء السابق او الحالي، لا يعني في دنيا شغاله. لكن انت بتتكلم على استمراريه المنافسه، نادي الزمالك بعد عن المنافسه، الاسماعيلي بيبعد شيئا فشيئا، ولكن بيحاول، الناس بتحاول انها تبقى موجوده. لكن طبعا مكسب الاهلي باستمرار ده بيأهله، بيخليه ان هو الافضل، وبيخليه ان هو الاقرب لحسم البطوله مفيش شك يعني. اكيد يا كابتن طارق، يعني متعودين دايما نكلمك وانت كسبان، ان شاء الله تبقى قاعده كده على طول تكلمنا وانت كسبان، وان شاء الله بتروجيت يستحق افضل من كده، وان شاء الله معاك يعني يوصل للمكانه اللي تليق ببتروجيت. كابتن طارق يحيى المدير الفني نادي بتروجيت، شكرا جدا لحضرتك.